السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد أول درس في ستة ابتدائي الترم الأول، اسمه إيه؟ اسمه النسبة. يعني إيه نسبة؟ بتتحل إزاي؟ إيه هي القصة بتاعت النسبة؟ ده اللي إن شاء الله هنعرفه الفيديو بتاع النهاردة. أول حاجة يجي يقولك إيه هي النسبة؟ النسبة هي، هتقول له أنت إيه؟ المقارنة بين كميتين من نفس النوع. يعني ايه من نفس النوع؟ يعني اقارن مثلا سعر بلوزة بسعر بنطلون، كده كده هدفع جنيهات، وزن خاتم بوزن حلق بالكيلوغرام، ارتفاع منزل وارتفاع شجرة بالامتار، عدد الولاد وعدد البنات، كام تلميذ وكام تلميذة. يعني انت بتقارن حاجتين ليهم نفس التمييز. سؤال تاني بيجي يقولك ايه؟ النسبة بين عددين تساوي نقط على نقط. طب انا مش بجيب النسبة بين عددين، يعني عندي عدد اول وعندي عدد تاني، يبقى انا هقوله تساوي العدد الاول على العدد الاخر. طيب هي النسبة بتتكتب ازاي؟ قالك النسبة ليها طريقتين تتكتب بيهم، يا تتكتب في صورة كسر بسط ومقام فوق بعض، يا تتكتب جنب بعض. يعني مثلا نسبة زي 2 على 3 بتتكتب كده بسط ومقام فوق بعض، او بتتكتب 2 إلى 3، الى اللي هي النقطتين دي احنا بنقول عليها ايه. طيب هما ليهم اسماء؟ يعني مثلا الاتنين دي ليها اسم والتلاتة ليها اسم. مين جه الاول؟ الاتنين، تبقى الاتنين دي اسمها مقدم النسبة. طب والتلاتة؟ مش انت ساعات بتبقى قاعد بتتفرج على التلفزيون تيجي تلاقي مثلا ايه شريط طلع فوق كده بيقولك التالي فيلم كذا، التالي ده اللي هيجي بعد كده، مين اللي جاء بعد كده؟ التلاتة، تبقى التلاتة دي اسمها تالي النسبة. طيب ليهم اسماء تانية؟ مين اللي جاء الاول؟ الاتنين، الاتنين يبقى اسمها الحد الاول، ومين جاء التاني؟ التلاتة، تبقى اسمها الحد التاني. طب بيسألني فيها ازاي؟ يجي يقولي العدد 5 على 7 مقدم النسبة بتاعه هو؟ هتقوله 5 اللي جت الاول، طب مين تالي النسبة؟ هتقوله 7 اللي جت بعد كده. اشهر بقى سؤال بيجي في النسبة، يجي يقولك اكتب في ابسط صورة كلا من النسب الاتي. هديك عددين هتشوفهم عندهم مشاكل، هتحللهم مشاكلهم الاول وبعدين تبقى تحل المسألة. يعني ايه احللهم مشاكلهم؟ يعني هتحاول تخلي كل عدد فيهم يكون في صورة كسر بسط ومقام. لو هو اصلا كسر تمام هتحل على طول المسألة، لو هو مش كسر هتحوله انت لكسر. ازاي؟ ما انت معاك الكس يو، هتدخل اي حاجة على الآلة وتضغط يساوي هيطلع لك كسر. زي مثلا 84 من 100، لو انت دخلت 84 من 100 على الآلة ودست يساوي هيديك 21 على 25. هو ده المطلوب، ان اي عدد تحوله الكسر. طب انا حولته الكسر وبعدين اعمل ايه؟ هتحل المسألة على 3 خطوات. الثلاث خطوات دول كلمة السر بتاعتنا اللي هي ايه؟ تعال احكي لك حكاية. دخلت مرة البيت لقيت عيل من عيال اخواتي قاعد فوق السفرة وقاعد على الطرف ممكن يقع في اي وقت. قلت له ولا تعال هنا، وقمت شايلاه ومنزلاه، يبقى انا كده نزلته. قلت له اخر مرة اشوفك قاعد فوق السفرة انت فاهم ولا لا؟ وإلا والله العظيم 3 هضربك. بص لي كده وقعد يضحك. قلت له لا ده انت مش مصدقني بقى، قمت ماسكه ايديه وضربه على ايديه. لقيته برضو بيضحك. قلت له لا ده انت مش هتصدقني بقى لما اقلبك، هجيب رجلك فوق ودماغك تحت. بص لي كده وقعد يضحك، قمت قلباه. اللي انا عملته مع الولد ده هو بالظبط اللي انت هتعمله في المساله. هتعمل 3 حاجات، هتنزل زي ما نزلت الولد، هتضرب وتقلب. يعني ازاي يا ميس انزل اضرب اقلب؟ هقول لك تعالى معايا كده. لو عندي نص و 3/4، اول حاجه هما دول عندهم مشاكل عايزين يتحولوا لكسور. لا والله هما اصلا كسور. جميل، يبقى انت دلوقتي هتقول كلمه السر بتاعتنا، 3 حاجات، انزل اضرب اقلب. انزل هتنزل اول كسر زي ما هو نص، اضرب يعني فيه، اقلب يعني بدل ما هي 3 على 4 هتبقى 4 على 3، وتدخل نص فيه 4 على 3 على الآلة هيديك 2 على 3، أو تقوم انت كاتب 2 إلى 3، وكده تبقى خلصت المسألة. المسألة اللي بعدها 18 و6.3، تعال نحل لكل واحدة فيهم المشكلة بتاعتها. ال18 دي مش كسر، أنا عايزاها تبقى كسر، ما أنا ميس بدخلها على الآلة بتطلع لي 18 برضو مش بتطلع لي كسر. أي عدد يقابلك نفسك تلاقي مقام تحت منه جر خط وحط 1، كده بقى كسر 18 على 1. طب 6.3 دخلتها على الآلة ادتني 63 على 10، كده السطر الأولاني ده أنا بحل فيه مشاكلهم. وبعدين كلمة السر بتاعتنا، أنزل أضرب أقلب،
انزل، نزل الاولاني زي ما هو 18 على 1، اضرب في، اقلب، يعني بدل ما هي 63 على 10 هتبقى 10 على 63. دخل عمليه الضرب دي كلها على الاله هيديك 20 على 7 او 20 الى 7. المساله اللي بعد كده 8 و 12، هما الاثنين ارقام سهله وبسيطه زي 2 على 3 اللي احنا كنا بنقول عليها من شويه. معنى كده ان انا ممكن احط ال 8 فوق لانها جت الاول، على ال 12 لانها جت الثاني. 8 على ال 12 هتديك 2 على 3 او 2 الى 3. المساله اللي بعد كده 84 من 100 الى 2 و 3 على 9. تعال نحل لهم مشاكلهم. ال 84 من 100 على الاله بقت 21 على 25. شفت كسر 2 و 3 على 9 بقت 21 على 9. انزل اضرب اقلب، 21 على 25 في 9 على 21 يساوي 9 على 25 او 9 الى 25. المساله اللي بعد كده 2.5 من 10 و 5.75 من 100. 2.5 من 10 اللي هي 5 على 2 على الآلة، 5.75 من 100 اللي هي 23 على 4. اوعى تحط علامة الضرب بينهم، انت كده بس حليت مشاكلهم، لسه ما قلناش كلمة السر. فانت هتنزل 5 على 2 في 4 على 23، كده انت قلبت، تساوي 10 على 23 او 10 الى 23. طيب المسائل اللفظية بتيجي ازاي؟ في احد فصول الصف الاول الابتدائي اذا كان عدد البنين 15 تلميذ وعدد البنات 20 تلميذة، احسب النسبة بين عدد البنين وعدد البنات. هو لما جه سألك قالك هات النسبة بين مين؟ عدد البنين وعدد البنات. يبقى مين اللي جه الاول؟ عدد البنين. اللي جه الاول يتكتب الاول، فانا هكتب عدد البنين على عدد البنات تساوي البنين كام؟ 15. البنات كام؟ 20. 15 على 20 تساوي 3 على 4 أو 3 إلى 4. السؤال الثاني، النسبة بين عدد البنات وعدد تلاميذ الفصل، مين جه الأول؟ عدد البنات. يبقى أنا هقول له عدد البنات على عدد تلاميذ الفصل يساوي البنات كام؟ 20 على تلاميذ الفصل كلهم على بعض كام؟ مش عندي ميس الرقم ده. مش عندك؟ جميل، اقف وانزل تحت كده وجيبها. تلاميذ الفصل دي يعني كلهم، يعني ال 15 زائد ال 20 هيدونا كام؟ 35 تلميذ. يبقى انا هكتب 20 على 35 على الآلة هيديك 4 على 7 او 4 الى 7. تالت سؤال، النسبة بين عدد البنين وعدد تلاميذ الفصل، مين جه الاول؟ عدد البنين على عدد تلاميذ الفصل. كده انا كتبت بالعربي، اخش على الرياضه بقى. البنين كام؟ 15. تلاميذ الفصل كلهم كام؟ 35. يبقى انا هدخل 15 على 35 على الاله هيديني 3 على 7 او 3 الى 7. كده يبقى خلص الدرس الاولاني النسبه. اتمنى تكون فهمته ببساطه كده، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي خواص النسبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.